ربنا يخليكي ما حرمش منك ابدا يا رب. ربنا يخليكي. الله الله، بتعملوا ايه؟ مش هتحركوا لما تديكوا حقهم. هدفت الجراح، خدوا حقهم. حرام عليكم. اسكت يا راجل، تأذيني؟ ما انت عايزني باكل عيش ورز عيالي. حرام عليك. عايز ادعوني يا ناس، معلش يا سعادة البيت. حرام عليا بيه، حرام. ده انا لسه جاي من شغل. شاشة عيلة ايه؟ حرام. معلش يا بيه. يا لهوي يا لهوي يا امه يا امه، هيشيلوا العشة بتاعتنا يا امه. لازم نخلص من الفراخ. ايه ده؟ انت بتاكل فراخ؟ ما سمعتش اللي حصل؟ ايه يا واد؟ اتجننت ولا ايه؟ بقول لك الفراخ بتجيب انفلونزا الطيور. مين يا واد اللي قال لك كده؟ الدنيا كلها بتقول كده. طب ايه رايك بقى اللي هيمد ايده على فرخه من عندي هقطعها له؟ وان كنت متصور ان امك تعبانه؟ لا، ده انا اولع في نفسي واجيب لك مصيبه لحد عندك. انا بقول لك اهو، الا فراخ. الا فراخي؟ فراخي ايه يا اما دلوقتي؟ بقول لك يا اما الحكومه هتيجي وتكسر العيش. تكسر العيش؟ خليهم يتنهيلوا، يروحوا بس هم يكسروا اسرائيل. شطارين على عيشه الغلابه اللي زينا. ياما سيب الورك، ربنا يكرمك ياما. وبعدين دول خايفين علينا احسن المرض ينتشر. ينتشر؟ ما ينتشر يا اخويا، خليه يخف الزحمه اللي احنا فيها شويه. يا عبيط، دي اسمها فره الفراخ. وانا عيله صغيره كنت فاكره اما يقولوا فره الفراخ، الفراخ كلها تموت ونرميهم في الزباله. لا سمعنا ان زبال مات، ولا الكلاب اللي كلت الفراخ الميتة ماتت. ياما انت لو حصل لك حاجة هيبقى انت السبب. يا سيدي انا عايز اموت، مالكش دعوة. ياما البلدية هتيجي تفتش السطح. دخل الحاجة كلها الأوضة قبل البلدية ما تيجي، وحسك عينك تمد ايدك على فرخة ولا أرنب هتشوف هيجرالك مني ايه. طب ما تروح يا اخويا ايدي على كتفك، هاتلي عجل وانا ربيه، وشوف كده ارميلك كل الفراخ دي من على السطوح. هم قصدين كده، مش عايزيننا ناكل غير فول وطعميه وعدس. وحتى غلوه جاتهم شوطه تاخدهم على سنينهم السودا. سديت نفسي. موضوعنا النهارده عن انفلونزا الطيور. ايوه، انفلونزا الطيور اللي خلتنا كلنا نكاكي. خلتنا كلنا بالكاكي، وعايشين مزعورين مرعوبين وتايهين، مش عارفين الحقيقه فين. انفلونزا الطيور. الفراخ بقت تنقل لنا المرض. الفراخ اللي طول عمرها بتدينا البروتين وبتدينا البيض، وترقد على البيض ويفقس يجيب لنا كتاكيت، والكتاكيت تكبر وتبقى فراخ. دورة حياة كاملة متكاملة يا سيدي. والسر الإلهي فين؟ في الفراخ. اذكر الله. قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم. طيب تعالوا مع بعض كده يا سيادنا
نحلل موضوع انفلونزا الطيور ده تحليل ديني. اولا حكايه الانفلونزا دي جات لنا منين؟ مش من بره؟ من عند الخواجات الاجانب؟ بيذبحوا الطيور ازاي؟ انا اقول لكم، بيكهربوها، بيعدموها والعياذ بالله. والله اعلم الطيور اللي اتكهربت واتعدمت دي فيها ايه؟ جواها ايه؟ بتاكل ايه ولا بتشرب ايه؟ ما بيقولوش بسم الله الله اكبر، لانهم ما يعرفوش قوه اسم الله على جسم الذبيحه. اي والله ما يدركوش ده، فلازم طيورهم وحيواناتهم تجيلها امراض الدنيا كلها، لانهم غير مؤمنين باسم الله. اذكر الله، قول لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. لا اله الا الله. طب ايه بقى اللي ينقذنا يا اخوانا من هذه الخبائث؟ ايه اللي ينجينا من هذه الاوبئه؟ حاجه بسيطه بسيطه جدا، الطهاره. ايوه الطهاره والنظافه. من احنا صغيرين بنقرا ونسمع ونشوف، النظافه من الايمان ولا ايه يا سيدنا؟ الطهاره، الطهاره اللي علمها لنا الرسول الكريم، ان احنا نبقى على طول نضاف وعلى طول نبقى طهرين ونتحصن باسم الله، باسم الله وبقوه اسم الله، ونلتزم بتعاليم القرآن وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مش هيجي للفراخ مرض ولا الفراخ هتعدينا. مصروف ربنا عرفوه بالعام. خليكم معايا كده، واحدة مش نظيفة بتربي فراخ فوق السطوح أو في حتة مش نظيفة، ولا يعني بتغسل مكان لا مؤاخذه يعني الفراخ بتعمل كده ولا كده، ولا بتنضف مكانهم، ولا وبعدين بتشربهم ميه بايظه وعكره، بتاكلهم اكل حامض. ما هو لازم الفراخ تمرض يا اخوانا ولا ايه؟ لان ما التزمناش بالطهاره والنظافه. يعني الحكايه يا اخوانا وببساطه مش محتاجه علم ولا فذلكه، محتاجه الطهاره والنظافه. اللهم جنب بلدنا الوباء والغلاء والفتن ما خفي منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا الغلاء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم اجعلنا من التوابين. آمين. واجعلنا من المتطهرين. آمين. وصلى الله على حضرة النبي الأمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك يا بنتي؟ في ايه؟ مفيش يا ماما. مفيش ده ايه؟ ده انت مفروسه من العياط. انت كنت فين؟ كنت في الدار. هو الزفت الدار اللي انت بتروحيه ده؟ خلاص بقى يا ماما. خلاص ده ايه؟ هو احنا ناقصين حزن؟ ما اللي فينا مكفينا. ها قولي لي حصل ايه في الدار؟ ما يدتني جوابات دي لابوها. اشربي بقى، ما انا قلت لك من زمان قولي لها على الحقيقه واخلصي. يا سيدي مدرستي هتفتح بكرة، حضرت الشنطة والكراريس، وبكرة الصبح هروح مدرستي ولصحابي. يا اخويا ماسكين دراعات ببهاتهم، كل البنات في خدودهم بوسة وفي جيبهم قرش إلا أنا. ليه؟ هو انت خدت كل حاجه معاك؟ وطلعت يا بابا الفصل، كل مدرسين الحصص شبهك، ضحكه تكشيره، العيون الشنبات والطول. بس يا خساره يا بابا،
هما مش انت. وفي الفسحة كل البنات بتنزل الفسحة إلا أنا. عارف ليه؟ عشان كل بنت بتحكي على اللي عملته ويا باباها، ضحك ازاي، كشر ازاي، عمل لهم حصان ازاي. عارف انا هعمل ايه في صورتك؟ هبروزها برواز كبير قوي واحلقها قصاد عيني وافضل اضرب فيها وفيك، اضرب فيها وفيك. يمكن تشخط فيا او ازاز البرواز ينكسر وتطلع انت منه وتضربني او ان شاء الله ذبحني. انا عارفه ان انت مش هتطلع ابدا، مش هتطلع، مش هتيجي. بنتك مية يا بابا. اوعى يا واد، انتوا هو كانوا مزعلين امكم. لا والله اسال ايه؟ بتقولي جالك يعني؟ اما واد بجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شوية كياس مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره قلبي. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجة. رحت لصاحبتك مديحة تهربت مني، وخيالك ايد ورا وايد قدام. المهم فاضل 15 يوم، انا خايفة الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمل ايه وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجة في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع، ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص ياما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرصه، خالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خد بالك من نفسك. أنا جابلك حتة فرخة كده سخنة وشوية بطاطس بدمعة. أكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا أسر، الموضوع ده ما خرجش بينا. عيب، ما أنت أول مرة توصلني في طلب، طول عمري أنا اللي بقصدك. اسمها منى عباس أحمد، موجودة في سجن المنطرة. بكرة هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. أنت شايف يعني إن في أمل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا أي مخرج، ده أنت أبو الأساتذة. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع شيء القضيه سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره ارد عليه. وانا مستنيك. ليه كفايه بص بقى في صوره الواحد؟ صدقيني هنموت من غير ما نشوفه. نفسي اشوف نمر. وبعدين انا كبرت، فضل لو شافني دلوقتي مش هيعرف. هو بطل يطلبنا ليه؟ تساليه بقى، روح اساليه. اعمل ايه؟ الواد وحشني قوي. طب يكتب لنا جوابات يطمنا عليه، ينسانا كده كأننا ما كناش موجودين في حياته. هو ينفع؟ ده زيدني كسحاتيه خلاص. كلبه ما بقاش يفكر في نفسه وبس. ادعي له بالسماح يا سعدي. قوم يعني انت تعبانه من صباح يا رب. هو فين النوم ده؟ خلاص العين جفاها الموت. خلاص خليكي كده، خليكي كده، احرجي في دمك على حته كلب ما يستاهلش. أنا تحت أمرك يا باشا. منى خد السنة حبس. عارف يا باشا. بنت غلبانة، عايزين نساعدها. ما هي نازلة استئناف، ربنا معاها بقى. بقول لك عايزين نساعدها. مش فاهمك يا باشا. عايزين حد يشيل القضية. هات قهوة سادة يا ابني.
بص يا باشا، اتمنى ما اكونش انا اللي في دماغك. لا مش انت، بس انا جاي لك عشان تشوف لي حد. نشوف يا باشا نشوف، البنت حلوه وتتخدم برضه. ما تظبط نفسك يلا، ما تخليش دماغك تروح لبعيد. بعيد قريب، المهم المصلحه تقضي. ماشي، عندك حد يخلص؟ هحسبها لك. اللي هيشيل ده هياخد سنه، ست اشهر بالميت. هيتظبط بيشيل كده، تلاقي كتير يشيله. اجيبه لك امتى؟ اهم حاجه اكون بعيد عن الموضوع ده. عيب يا باشا، انا خليه يسلم نفسه قبل الاستئناف واظبط لك الدنيا. فهمني، اكون بعيد عن الموضوع ده. وانت مين يا باشا؟ انا ما اعرفكش. ايوه يا حنفي، وهنعمل ايه؟ مش ابويا رافض؟ لا مش هقدر، مش هينفع انزل. انت كل شويه تقول لي بحبك، ما انا عارف. يلا بقى عشان كلهم صحيين. ها قول. بيتي عايشه. حاضر. الف سلامه لتامر يا دكتور. والله يا شيخ اهل الحاره كلهم زعلانين عشان كان نفسهم ايديهم تطول الواد اللي عمل العمله السودا ديت، كانوا هياكلوه. لكن نعمل ايه بقى، حظه حلو. والله يا معلم جابر اللي قاطع فيا ان الاجزخانه ببق القهوه ومحدش يشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا اهلا يا استاذ تمام. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. انا عارف اني اتاخرت عليك بس اعذرني، والله ما منعنا عنك الا الشديد الاول. لا 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 يا سلام، كلك واجب والله يا استاذ. اتفضل. زيد فضلك يا اخوي. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت يا استاذ تمام، انا ابني اتضرب مطوه في الحاره. الحاره لمت يا دكتور عطيه، لمت. ما كانش فيه زمان عيال من الاشكال دي، من ساعه ما القهاوي كترت والاشكال دي ما بقاش ليها اول من الاخر. عيال والعياذ بالله، تقولش واخدين توكيل من ابليس عشان يفسدوا في الحاره. قصدك ايه يا استاذ تمام؟ انت عارف قصدي كويس يا اخي. اقفلها اقفلها، ينوبك ثواب. افتح لك مطعم فول وطعميه، ارحم لك وارحم لنا وارحم للحاره كلها. فول وطعميه؟ طب واكل عيال منين؟ سبحان الله، استغفر الله العظيم. وانت فاكر ان انت اللي بتوكلهم؟ انت نسيت ان فيه رازق في السماء. وهي الدنيا هتمطر فلوس؟ لا 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 لا، ما اسمحلكش، ما تردش عليا بالطريقه السافله دي. انا بقول لك اهو. سامع يا دكتور؟ انا جاي اتهزق في بيتك ولا ايه؟ يا جماعه مش كده، حاك على راسي يا سيدي من فوق، خليها في رقبتي انا. وحدوا الله بقى. لا اله الا الله محمد رسول الله. شايف يا دكتور؟ شايف؟ مش عايز واحد بالله، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. يا عم وحدت، وحدت في سري، هو انت هتطلع على جوايا؟ لا 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 لا، ده كده القعده صغرت قوي. معلش يا دكتور اسمح لي، القعده دي بالنسبه لي ملهاش لازمه ولا ليها عازه. انا مضطر استاذن. ليه كده بس يا استاذ تمام؟ الله تمشي وانت زعلان. الله ايه يا عم جابر، ما توحد الله. ما بيوحدش، ما بيوحدش. لا اله الا الله، سامع كلامه يا دكتور؟ أنا جيت أطمن على ابنك وأعمل الواجب وأتوكل على الله. معلش يا دكتور سامحني، عندي مشوار مهم وأنا آسف إني عليت صوت في بيتك، وأرجو إنك تبلغ آسفي للجماعة. عموما أنا مش زعلان من حاجة. هزعل من مين ولا مين؟ يلا سلام عليكم. ده أنت لسه ما شربتش حاجة. مرة ثانية إن شاء الله. اتفضل يا سهل. الله يخليك. والله تسلم رجليك. شرف. زيارة عزيزة والله. الله يبارك لك. السلام عليكم. تتكرم إن شاء الله. ألف سلامة. أوعى تزعل منه. يا عم أزعل من إيه؟ هو طول عمره كده، ربنا يهديه. وبعد إيه يا عمنا بقى؟ مفيش حاجة ولا إيه؟ ده أنت بقالك أسبوع ما نزلتش. أنا هفتح بكرة. بس أنا منعه بقالي مدة كده يعني، لأنه أنت عارف أصله هيشح ودخل جدول أول كمان. يا عم جدول أول، جدول الضرب هنجيبه هنجيبه، اللي خلاه بيجيب الحشيش. بس ما تخافش يا دكتور، أستأذن أنا.
يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عايزين تفضلك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا لهوي عليا وعلى سنين. ساعة قاعدة محبوسة في الأوضة مش عارفة أخرج. إيه يا ناس؟ مين الناس الهامة اللي كانوا عندنا؟ ده ناس بالحارة. يا دي الحارة وسنين الحارة. مش هخلص أنا من سواد الحارة. ثم أنت لابسة كده مش شيكة ورايحة على فين؟ خارجة مع واحدة صاحبتي. إيه حلو؟ لا هو كل يوم خروج يا نعت مش معقول ابدا كده. لا لا خش لا مفيش نزول. ايه عطيه مالك في ايه يا اخويا مالك متعصب عليا ومش رايق ليه؟ ايه لسه ما خدتش الحبايه؟ بلا حبايه بلا زفت بقى ما تغيريش الموضوع. خش غيري هدومك يعني اما نقعد مع بعضنا شويه كده ما يجراش من غير حبايه. اه ماشي دخل وهستناك. يا ابني انت شغال في معرض محترم مش في طابونة عيش. اي غلط في الشيكات تاني انا ما عنديش عزيز. اتفضل روح صلحها تاني. عايز تبيع يا اسطى ولا ايه؟ ابيع مين يا عم الحاج؟ انا داخل لبولبول. استاذ نبيل. استاذ نبيل هو بقى استاذ خلاص. اتفضل اتفضل. اهلا يا عبد الله ازيك تعالى اقعد. عرفك الشيخ ابو العيله السمسار. السمسار ايه يا ريس؟ انت ليه بتنسى موضوع الاثار؟ في ايه؟ هو خبير اثار يا سيدي مع الدكتور زي حواس. انا كنت موظف في الاثار ولما رفدوني قلت انقب لوحدي. يا شغلانه يا ريس امسك ده الكارت بتاعي يمكن تحتاجني. نقب مع نفسك. يا اهلا وسهلا. اهلا يا عم الشيخ. الشرف لينا. هتيجي لنا على الله والنبي نبيل عشان عندي شويه مواعيد. خلينا نشوفك يا عم الشيخ. ان شاء الله يا ريس. سلام يا استاذ عبد الله. يا عبد الله رحت فين؟ فدي على بولبول. ضيع عليك الدنيا الجديده. كل واحد بياخد نصيبه يا صاحبي. اخبار الشغل والتاكس. تاكس؟ هو انت بتسال على التاكس ولا فلوس التاكس ولا حتى التبديد؟ خلاص يا عم نسيتنا. عارف عبد الله انا بحب التاكسي ده قد ايه؟ كانه عيل من عيالي. ده وش السعد وفتحت الخير علينا. انت جاي تحاسبني صح؟ لا لا خليها بكره كنت جاي اسلم عليك بس. يا ابني هات شال الوسطه هنا. يا عم ولا شاي ولا بتاع لسه جامع القهوه. ابو عبد الله مفيش مشكله يعني بكره بعد اي وقت. اسمي يا عم الحاج. اه اه معلش يا اخويا لو المشكله الحبايه خدها. لا انا انا بس يعني حاسس كده ان انا داخل في كرشة نفس يعني كده. انا عارف ان انا ظلمتك بس كمان انا ما غصبتكيش. انت لما جوزتيني كنت عارفه ان انا راجل كبير. ولا يهمك يا اخويا انا ما قلتش حاجه بس يعني احنا اليومين دول كل حاجه وليها علاج. انت بس اللي تلاقيك واخد على العلاج غلط. ايوه انا ماشي في سكه غلط غصب عني. كنت عايز ارضيك. انا ما يهمنيش الحاجات دي. انا لما وقفت قدام اهلي واتجوزتك كنت علشان عايزه اعيش حياتي. عايز احس بالامان. تصبح على خير. يا ليلى ما ينفعش البنت تقعد عندك يومين. ليه ما ينفعش؟ دي البنت عصابها تعبانة. انت ما قريتيش الكلام اللي كاتباه في الجواب؟ قريته وده اللي خليني مصممة ان هي ما تروحش معاكي. طب ليه بس فهميني؟
اولا البنت هتتعلق بيكي اكتر، ثانيا ده تميز انا ما اسمحش بيه في الدار، وبعدين لو زمايلها سالوني عليها اقول لهم راحت فين. دي هتقعد عندي يومين بس. تقعد عندك على طول؟ انا ما عنديش مانع، اتبنيها. حضرتك عارفه ان انا ما اقدرش. ارجوكي تقفي جنبها، اعتبريها مريضه ورايحه مستشفى. انا متاكده انها لو طلعت من الدار يومين هتبطل تفكر في حاجه. وما تقوليليش تميز، حضرتك عارفه انها بالنسبه لي حاله خاصه. هتمضي على تعهد؟ همضي. اوعي تاخريها يا ليلى، انا عندي تفتيش. لا هم 4 ايام بس. طيب ربنا يستر، ربنا يستر. مسكنا انا يا ماما. ايوه. ايه رايك؟ حلو. مش حلو قوي، بس الناس هنا طيبين وكلهم بيحبوا بعض زي البيت اللي انتي قاعده فيه. اسمه دار يا ماما. ما بتفوتيش حاجه ابدا. ماشي يا ستي، دار. الله ينور يا صابر، مبروك يا مصابر، ربنا يطمنك بخير يا حبيبتي. عيشت حبيبتي يا بال حبايبي. يا منجد علي المرتبه، يا منجد علي المرتبه، عروستنا حلوه مؤدبه، عروستنا حلوه مؤدبه. ايه انتوا نويتوا يا صباح؟ ان شاء الله يا حبيبتي، عقبال عندك يا اختي. تعيش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. البنت الحلوه اللي مع ليلى دي مش عارفه يا اما تلاقي قريبتها. النبي وجع قلبي ليلى دي، كبرت وبختها مين؟ وقمر ياما والنبي قمر. اه انا بس نفسي اعرف مين اللي اداك القطن ده. يا ناوي اشتغل وانت ساكت يا صاحبي. ده 100 نوع في بعض، الراجل اللي اداك القطن ده حرامي. بس يا بنت نجري يلا حضري الاكل عشان نغدي عبد الصام. حاضر ياما. كمان هتغدينا؟ انا عندي اغلى منك النهارده، شاهل انت بس وخلص. طب احنا عايزين 5 متر دمور عشان بطانه المخدات. يا لهوي ما قلتش من بدري ليه يا صابر؟ طب خلاص بعد الغدا نبقى نجيبهم. يا من كده ومتابه عروستنا نبي كله الحمد لله. خشي تعالي من هنا. ماما ماما. ايوه يا ليلى. الله هي دي مي. بسم الله ما شاء الله. هاتي بوسي يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا تيتا. تيتا حلوه قوي من بقك تيتا دي. ها اوضب لكم الاكل؟ يا ريت يا ماما، ده انا هموت من الجوع. تيجي يا ميون نشوف اوضتي؟ حاضر. يلا اجري اجري اجري. اوبا 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 اوبا. ايوه يا اختي اوجعي قلبنا اوجعي، مش لاقيه لنا مصيبه. ها ايه رايك في اوضتي؟ حلو قوي يا ماما. الله عرايس بتوعك دول يا ماما؟ من زمان وانا قد كده كنت بلعب بيهم. يعني العب بيهم؟ يا حبيبتي انت هتنامي معايا، العبي باي حاجه تعجبك في الاوضه. خد يا حبيبي. انت حلوه قوي يا ماما. حبيبتي انت احلى حاجه شفتها في حياتي. وانت كمان. انتهي على حد يجيب لنا عيش يا ليلى. حاضر يا ماما. انزل انا؟ لا انت لسه بدري عليكي. عم ثابت، عم ثابت. ايوه يا ابله. النبي تشوف لي حد يجيب لي بجنيه عيش. انا اروح اجيب لي. طيب. يلا يا عم صابر الاكل جاهز. يا ست بعدين، انا مش قاعد دلوقتي. امي بتقول لك ما ينفعش الا تيجي تجيب. لا مش هعمل له حاجه، هغيرك مش هخليك تكمل الشغل. لا اذا كان كده انا اجي. يلا يا تلم القماش ده. تعالى دوق اكلها قبل ما تحرم من طبخها الصايص. يا مسهل. اقعدي يا ماما اقعدي.